فبالتالي دور الصندوق هنا، دور الجهاز هنا لابد ان يركز على شباب الخريجين ليغير فكرهم، ان انت هتتخرج السنه الجايه لازم يبقى عندك فكر عمل مشروع ايا كان هذا المشروع ايا كان حجمه، مش لازم مشروع يبقى ب 5 مليون جنيه، ممكن مشروع ان شاء الله كشك سجاد، ان شاء الله عربيه برجر زي الاخت اللي عملت هذا المشروع. اه بشتغل على طلبة السنوات النهائية في الجامعات. بشتغل عليه اعمل ايه؟ ببتدي اخد بفكره عن طريق دورات تدريبية متخصصة وندوات بنعملها لطلبة الكليات في السنوات النهائية، بحيث ان انا ابتدي اخد بفكره بعيد عن الوظيفة، ابتدي اقول له مهاراتك ايه؟ رغباتك ايه؟ انت هلاقي نفسك في ايه؟ بحيث ان هو مجرد ما يتخرج يبقى هو مؤهل ان هو يبقى صاحب مشروع.